في الحقيقه الانتخابات المهنيه اللي فاتت كانت واحد الفرصه لواحد مجموعه من الشباب اللي ما كانوش اصلا داخلين العمليه السياسيه وكانوا عازفين على السياسه، واختاروا انهم اليوم انهم يشتغلوا كشباب بواحد الطريقه اللي هي جديده، بواحد التضامن، بواحد الروح شبابيه. صحيح انه ما عندناش تجربه كبيره في المجال السياسي، ولكن اخترنا اننا نمشيو في الطريقه دي ديال انه نساهموا في تخليق الحياه العامه ونساهموا في تخليق الحياه السياسيه والمشهد السياسي ككل. وبالتالي يعني وضعنا يد في يد واختارنا واحد المجموعه من الشباب اللي عندهم واحد السمعه طيبه في المجتمع ديالهم، وكذلك عندهم واحد الروح ديال الجمعويه والتضامنيه. اجتمعوا وحطوا الاستراتيجي ديالهم واختارينا اشخاص مناسبين في مكان مناسب، والحمد لله شفتوا النتائج. وهاد النتائج الايجابيه اللي حققنا ماشي فقط ما جاتش عن فراغ، وانما جات بواحد الاراده اللي هي قويه، جات بالعمل القوي ديال هاد الشباب. ملي كتشوف شباب كيشتغلوا باللوجيستيك ديالهم، بالسيارات ديالهم، بواحد الروح اللي هي قويه جدا باش انهم يغيروا هذيك الفكره اللي خداوها الشباب على السياسه، اللي مع الاسف واحد مجموعه من الفاعلين السياسيين اللي كانوا قبل منا خلاوا واحد صوره خايبه للعمل السياسي. واليوم جينا ناكدوا بان المواطن المغربي والمواطن باقليم ورزازات ككل راه فهم ووعى بانه ان الاوان اننا نساهموا في التغيير. والنتيجه اللي حققنا اليوم اللي هي ان حزب تجمع الوطني الاحرار باقليم ورزازات احتل الصداره، جاب 9 مقاعد، الحزب الثاني الحركه الشعبيه ب7 مقاعد، الحزب الثالث الاصاله والمعاصره ب2 مقعدين، ثم حزبين اخرين بمقعد لكل حزب. هذه النتيجه هذه ماشي فقط المقاعد، وانما نشوفوا حتى النتيجه باش كنحتلوا المرتبه الاولى، يعني كنحتلوا المرتبه الاولى بالصداره. وبغيت نقول بان هذه الصداره هذه احتليناها بجوج عوامل. العامل الاول هو الاصرار والعمل ديال الشباب، وكذلك المساهمه ديال الناس اللي عندهم تجربه، يعني ساهموا بافكارهم مقترحاتهم. ثم العامل الثاني هو ان الساكنه اللي كنقدم لها بالشكر الجزيل للمهنيين الفلاحين وكذلك الحرفيين اللي وعاوا باهميه ديال التغيير وعرفوا بان حزب تجمع الوطني الاحرار عنده برنامج اللي هو قوي. فبالمناسبه كنشكركم جزيل الشكر على الثقه اللي وضعتوا فينا، وكنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا على يقين بانه غادي نوقفوا دائما بجنبكم، والبرنامج اللي سطرناه غادي نسعاو اننا نحققوه، وغادي نشتغلوا ليل نهار اننا نكونوا عند حسن ظنكم. لان ماشي الهدف ديالنا فقط هذه الانتخابات هذه، ولكن الهدف ديالنا هو اننا نغيروا العقليات ونغيروا النظره ديال الناس للسياسه والنظره ديال الناس للفاعل السياسي، ونخدموا هذه البلاد ونساهموا في تنميه هذه البلاد. لان بلادنا بحاجه لنا، بحاجه لشبابها، بحاجه لرجالها، وبحاجه لنسائها. حنا اليوم هذه التجربه هذه هي فقط خطوه اولى نحو الاستحقاقات المقبله اللي هي الانتخابات الجماعيه والتشريعيه، اللي غتكون واحد الفرصه كبيره للمواطن المغربي انه يدير يديه في يدينا ونساهموا في التغيير. لان الاقليم ديال ورزازات، انا مع كامل احتراماتي لباقي الاحزاب السياسيه وكامل الاطياف السياسيه، لان ما دام ان الهدف ديالهم هو مصلحه الوطن فنحن كلنا الهدف ديالنا مصلحه الوطن. ولكن كنطالب بانه جميع الشباب ديالنا وجميع الناس المتعاطفين مع حزب تجمع الوطني الاحرار انهم يدخلوا واحد المنافسه اللي هي شريفه، لا لتنافس بالالقاب، لا للسب، لا للشتم، لان ما دام ان الاحزاب السياسيه كلها غنحاولوا انه ان شاء الله تكون علاقه ديالنا معها علاقه مزيانه، والعلاقه ديالنا اللي كتهمنا اكثر هي العلاقه ديالنا مع المواطن والعلاقه ديالنا مع الساكنه. ما نعطيوش وعود اللي ما نقدروش نديروها، ما نوعدوش باش غدا نخلفوا، لا، غنوعدوا بالوعود اللي قادرين عليها. وحنا اليوم كما قلنا بانه جينا باش نغيروا الصوره ديال الفاعل السياسي، ونغيروا الصوره الخاطئه اللي واخدها الشباب والمواطن في اقليم ورزازات بصفه عامه على السياسه. كنتمنى اننا هاد الخطوات اللي كنديروا تجيب خير لهذا الاقليم، لان صحيح اننا مازال صغار في السن، ولكن عندنا واحد الاراده اللي هي كبيره، عندنا واحد القوه اللي هي كبيره، عندنا ناس معانا اللي عندهم تجربه اللي كيوجهونا. كنتمنوا انه نكونوا عند حسن ظن الساكنه باقليم ورزازات، وكنتمنى اننا نحققوا نتائج ايجابيه
في الاستحقاقات المقبله، لان ما بعدها غنوريو للساكنه الشباب علاش قادين، غنوريو للساكنه ديال الاقليم الخدمه ديال بصح، وكنوعدوا بانه غادي يكون تغيير اللي هو ملموس، ماشي فقط الشفوي اللي كنسمعوا شحال هادي. لا، حنا قول وفعل وغرس غرس تنمير النون اركون بهرس نمير ارتمنى انا انقو تفوت يري الزلة غرس النون كله، نتمنى انك يت العبرة للشباب المغرب كله اشكو يتورزازات سن مدران سن مدران سن مدسكر صدرنا تسكر التغيير.